بهالفيديو رح نلعب لعبة تعتبر من أفضل ألعاب الزومبي اللي نزلت هالسنة، لعبة Back 4 Blood. أظن معظمكم سمع بلعبة زومبي قديمة اسمها Left 4 Dead. هاللعبة نزلت من 12 سنة وإلى يومنا الحالي اللاعبين بيعتبروها أفضل لعبة زومبي بالتاريخ. فالشيء الخرافي هو إن مطورين لعبة Left 4 Dead هم نفسهم مطورين Back 4 Blood اللي رح نلعبها اليوم. بس قبل أن نبدأ، في giveaway على 3 نسخ للعبة Back 4 Blood على البلاي ستيشن، 2 هنا على اليوتيوب ونسخة على الانستغرام، اللينك موجود بالوصف. إذا حاب تدخل بفرصة الفوز عليها، كل عليك تسويه ادعم الفيديو بزر اللايك، اشترك في القناة واترك أي تعليق مع وسيلة التواصل فيه معاك. ويلا خلنا نبدأ. بس قبل أن نبدأ، هذا الفيديو برعاية MSI، ورح سوي لكم ريفيو سريع جدا لأحدث الأغراض من عندهم، وأنا أول شخص بالشرق الأوسط بيشاركوا معها الأغراض. بس إذا ما يهمك هالموضوع، شيك التعليق المثبت في وقت أضغط عليه ورح يوديك على بداية لعب Back 4 Blood. أول منتج هو كرسي الألعاب أو الجيمينج تشير ماج SH130 ريبلتك. أنا في القناة سويت لكم عدة ريفيوهات لكراسي ألعاب بالسنوات الماضية، بس هذا حرفياً أكثر كرسي مريح بمر علي. أولاً حجم الكرسي جداً كبير ومتين، فرح يكون مريح للناس اللي شوي خام مثلي. غير كذا الكرسي مصنوع من نسيج جدا ناعم اسمه ريبلتك فابريك. هذا النسيج جدا ناعم ومريح للجلد، وتحس حالك قاعد على كنبة فاخرة. غير كذا مقاوم للغبار، للمي، للعرق وحتى الخدوش، وتقدر تتحكم بطول وظهر الكرسي على راحتك باستعمال مقابض موجودة أسفله. والمنتج الثاني اللي عندنا اياه هو شاشة ألعاب أو جيمينج مونيتر MSI Optics Mag 274 QRFQD. هاي الشاشة تعتبر من أفضل الشاشات القوية وبسعر اقتصادي بنفس الوقت. نوع الشاشة هو IPS Panel اللي يعتبر جدا قوي، والرزولوشن هو Wide QHD، يعني دقتها 2K وبنفس الوقت وايد أو واسعة، فرح تكون جدا مناسبة للألعاب اللي تحتاج دقة عالية، نفس ألعاب التختيم Red Dead Redemption، The Witcher أو أي لعبة تختيم غيرها. وبنفس الوقت بتدعم 165 هرتز أو Refresh Rate و 1 ملي سكند ريسبون تايم او سرعة الاستجابة. وهي المواصفات هي حلم اي شخص يلعب العاب شوتر تحتاج سرعة عالية، نفس كول اوف ديوتي، فورتنايت او ببجي. اذا ودك تعرف معلومات اكثر عن الشاشة والكرسي، شيك اللينك الموجود بالوصف. اوكي شباب، فقبل ان نبدأ خليني اعرفكم على التيم الرهيب اللي معاي، يوسف او جيمس مول، اظن متابعين الزومبي حفظتوه. يا هلا والله. ورغيد، هلا عن التعرف يا خوي. افتح الباب، في زومبي ورا الباب، افتح. يلا فريندلي فاير يا اخوان. اما فيك تعمر يا شباب. انت انت وراك بس يا اخي، الفريندلي فاير مشكله والله. UMP هو. شباب هلف والله اخ، ما احتاج مساعدتكم. ورانا انا سامع صوت ماي. طب يا جماعه بوس اوب باي باي، مع السلامه، اشوفكم فيديوهات ثانيه يا شباب، باي. كانه مات بسرعه يا رجال، هذا بوس سميه انا. طيب في قاعد انزل جسر، احموني يا أوس. والله اللي رمى المولوتوف اهنيك، مكان استراتيجي. اي هذا تسلم حبيبي. ما اكيد مو واحد منكم ولا واحد منكم. انا واضحه على فكره، انا اللي حرميته هذا من يا رجال. انت اول واحد سحب مسكتك يا بيضحك. ساعدوني بشار، ساعدني وين بشار؟ فزع الليل. تعال انا اول، انا يا بشار لك. سوري رغيد، اي هاد تو بيك وان.
لك يلا 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 انا عبالي درج تحت ما ادري اذا عيب على خويي يسحب على خويه قوم يا وحش ايوه في عصفور عصفور زومبي ولا رغيد سكيت ذا بير ليش روحت العصافير يا رغيد حد عنده مولوتوف او شيء انا ما معي ولا طلقه معي بوكسات بس اوف اوكي انا عندي سي 4 خلنا نرمي السي 4 اوكي رميته او لا هذا مونكي هذا مونكي رميت شغل الزومبي كلهم بعدوا يا جماعة وصل فحل اوكي فجرني هذا اضعف هو يفجر حاله ويدمجنا بس هو ضعيف يا جماعة هجموا علي كلهم هجموا علي ما انت ليش نزلت خلك فوق طيحني هذا الوحش طيحني هورد يا شباب هورد طيب اللي عندك هذا المولوتوف هذا وقتها ترى الرجال طرقات ما في مات النوب مات الموت هذا اللي مانا قاعد يقول لي ليش اخترتوا الصعوبة اذا نوب انتو هاي كل زه والله بشار ما اعرف انت تحط صعوبة عالية يعني ما سألتكم سألتكم انتو قلتوا حط الصعوبة يا رجال هذا بشار هياط والله هياط نبحث انا هياط هذا والله العظيم هنا يا شباب هنا امشوا هنا get into the safe room انا بالسيف روم ولا لا انا مو بالسيف روم احنا لا بالسيف روم يا اخوي سكر الباب سكر لازم كل اللاعبين ايوه كومبليت ايوه يا رجال لا 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 مين هاد الو بوس اوغر اوغر بوس فايت حلينا اللغز يا جماعه عندي مولوتوف القم واحده ثانيه شيت شنو هذا انا مت كيف مات النوب الحق عليه مات النوب ايوه الرابع اللي معنا قاعد يعمل لي ريفايف كمل يا وحش كمل والله رجال يا رجعت مثل لا يوسف انت ليش جبان وين طلع شوف 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 يوسف وين يا جماعه هيلي صفر ويلي لا يلا بجيك بشار بجيك عيب عليك لا في هذا ياسر وحش اي والله ياسر والله انت وحش يا ياسر انا اللي جلدك يا انا اللي جلدك والله رغيد اوكي القم مات لا ما مات بس اختفى نفق ترانزيت يا شباب اي نفق ترانزيت حتى الباص موجود حتى في زومبي مثل ترانزيت والله المكان رهيب هاد شباب رجع الاوغر هذا مش اوغر هذا اوغر ابا ولا والله الاوغر رجع برمي عليه مولوتوف نفس الهيلت كملوا عليه رميت عليه مولوتوف انتوا برا وانا انتوا جوا انا الوحيد برا سحبني يا شباب وين اخذوا اخذوا ورماه قال له بعد من هون قال لي راح لورا معك يلا بيموت والله لو يطلعوا هيلث الدمج هتلاقوني انا اعلى اكثر واحد عليه اوه يا طال انسان ما يوقف والله ما يوقف ايشوني يا خوي مات النوب خل الحق النوب ما حتى بالايزي يموت هذا حتى بالايزي استغفر الله ما شفت كيف ضربني على الحيط يلا طلع من النفق لا خلصنا هاي السيف هاوس يلا 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 والله جي جي طلع في اماكن للنوم وانتي بايوتكس وكل شيء ايزي يا رجال ايزي اوكي شباب نحن حاليا بالمهمة الثالثة ودخل معنا عضو جديد قاعد يذبحني خالد جيت انقذ المنوب هلا والله جيت انقذ المنوب انا والله الغابة مخيفة نبي زومبي الهدوء يقتل يو الله فجرني هذا الحين راح الهدوء طفي زومبي يلا في بيرز ديروا بالكم تطيروهم
طلع طير وفع عليك يعني؟ لعيونك لعيونك بس اوه شوف عدد الزومبي متأكد لعبت اول مش اوكي هذا اللي طيرنا البرت شايف ايوه طاروا شباب كلهم رايحين ورا مين ورا يوسف خلوه ورا يوسف خلوهم ما نحتاج يوسف طير البرت بالظهور الطيارة ما شغلت شغله ترى يا جماعة شو الاصوات فعلت شيء الاصوات يا شباب ديروا بالكم هاي اموت يا عيال شباب مساعدة على الدرج بليز يو ام هلب روح ايه اما شخصيتك ام شخصية يوسف يا خالد اي كل شيء ناديني ماما انا اسمي ماما اساسا اتوقع الكل ناديني كذي اوكي انا سمعت شفت حتى شخصية ثانية نادتها امي اوكي لكن هاي ام ال... ام الجميع ام الكل او هيك بس ام الكل ايوه اوكي شباب اظن لازم نروح على السفينة هنا او شباب بنزين بس اسمع خالد رغيد شايف راح ارمي البنزين على الغاز وفجر انت يلا واحد اثنين فج اوكي لا اصبر لا تفجرني يلا ايوه بالضبط فجر كفو تيمورك رجان ويك في احد ورانا قاعد اسمع صوته انا ماشي وين البيت أي بيت انا ماشي والله زحمه انتبهوا ورانا وقدامنا هي يمه امشي رغيد كبر لك بحميك امشي تعال كبر لك انا لا والله انا بدي كبر لنفسي مع السلامه ثواني داخل الجو اوف قول لا تركون لحالي ما جون ويك روح جون ويك يا شباب ترى جون ويك يعني بده دعم شوي اخ يوسف انت قاعد تطير في فول دمج والله زحمة سبدح الشخصيز لسه منه وجهه رهيب هيكم وحوش كثير هي شباب يا خل ساعدني في واحد شكله غريب تعالوا احميكم تعالوا يو شنو هذا مدري يلا تصرف معي وحش بيطقني اي مات تمام الله تعالوا شباب جون ويك جاكم جون طقع الله اوكي هو شباب في جيش هنا هدول فريندلي ولا مو فريندلي اياهم خلنا نشوف اروح نجرب في قنابل معطينا هذا مشان نفجر نحطهم في اوكي المكان. انا اخذت قنبله في احد يجي يكبر لي انا بالسنتري عم ساعدك رغيد روح بروح اجيب يوسف ايوه قاعد ادمج البوس قاعد ادمج البوس من عندي يلا طبعا عليك قاعد ازرع كفر درع حطنا يلا هروب معنا دقيقه شو سوي؟ لازم نرجع على البداية أظن نرجع على البداية تعالوا أنا بحميكم بالسنتري تعالوا بسرعة البداية عند الجنود هذول؟ عند الجنود أظن يوسف اسحب عليهم نفسي تعالوا فوق رجعت أنا رجعت عند الجيش يلا خالد 12 ثانية ثانية وراح يمديني بطيء حيل السلامة الله يرحمك تعال جي رهيب والله فيلم اكشن نار فيلم اكشن الله المهمة كم هي؟ الخامسة صح؟ اوكي اخيرا يلا المهمة الخامسة اخيرا مكان انهار طلع السما زرقاء اي والله مكان حلو والله فرد او بي تقول لاست اوف اس اي والله يا رجال حيتك يا كود تشالنج في تشالنج ازعاج صار فجأة مين عصب الزومبي؟ الو هاي شباب وراي مين عصبهم؟ وينه مو مالي شغل ايوه اكيد خالد هذا سوالف هذا اويد ذا ريست النست ان بروجرس وين النست؟ داخل البيت يمكن؟ دستروي ذا نست لا مبشرين عليه تقول اكستنشن يا رجال شوف الارض ايه اويد ذا نست وين النست؟ ورا هاي نست اوكي حلو فجرنا الاولى حموت فيها لوت على فكره حموت. حلو اوه شو قاعد يصير في سنايبر انا اخذته لا انت هذا انا هذا اللي رميته مش سنايبر شاتجن سنايبر شاتجن سنايبر كسرنا الجسر نحن هلا في سفينه هناك عليها وي بوينت او مو سفينه باص يرجع باص بالمي روح عليه تعال على السفينه بالمي يا خوي كيف باص اي والله باص غرقان بالمي ايه
والله عيب تسحب علي هيك. جون ويك. شفت افلام جون ويك كلها انت؟ شفته مره محتاج مساعده حد؟ خلصنا يسافرون بس كومبليتد. شكله المكان اولها هاد. هذا ليش ايده هيك؟ والله حرام. تخيل ايدك قد وزنك. طاح شباب من اولها. من اولها شكله رغيد. شكله المكان والله رهيب. والله المكان رهيب. مولوتوب. طاح الكلادرا. خلونا فوق الاشياء. خلونا فوق السيارات. عم بلعب سنايبر انا. في بطاريه هنا. افتح صندوق اهش عندي. اوه والله. يا كفر يا كفر. انا فعلت شيء ما ادري شو هو. ايوه. لا السياره. شوفوا السياره قاعده تاخذ شيء. قاعده تسحب شيء. لازم نحميها على ما اظن. عم تسحب البيت اللي ورا. ايوه. تعالوا. حميتك سنايبر كان ما عليه ولا سكوب. ايوه يلا 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 هنا شباب. امشوا 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 امشوا. الحين انا دمي اثنين وفي مولوتوف على الارض. انا نازل عليهم بفأس انه ما عندي امو. وصلنا عند السيف هاوس يا جماعه. انا في السيف هاوس يا جماعه. مولوتوف. بلقت مولوتوف الله يلا حرق اهلا. هو هو انا هذا ولد انا طلع ما عندي. ويد ويد. هي هي بشار الله قعدت كف عليك. والله كفو. افتح ابي ابي يا جماعه. اخ اول مره اموت. هل ساعدني. حموني 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 حموني. عايشه تقب احميك. لا اقلق كثير. شي ويلي ويلي نحتاج كسر الجرس اللي فوق. اوكي صار 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 حديدي صار صار حديدي. في غيره واحدة باقي واحدة. وين؟ هون عندي. يلا معك 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 معك. كفو نايس كفو. اوكي شباب يلا المهمة قبل الأخيرة والجو مطر ويلا. انا جي جي. خالد انت قاعد لوحدك والله ما أجر. اه حلو والله كف عليك. اجرتم عليك. عصفير عصفير لا حد يهربهم. خالد كفو عليك. خلود ليتس جو. خالد حماس شوي. ايه شيل يوسف. خليتني مشيت يا عمي. دور ربعك والله العظيم. دور ربعك والله. اي لا 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 شباب 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 لا فجر النست فجر النست. يلا يلا فجرنا الاولى. اي والله في باب بطلت. تعال تعال فجرت. طلعت لبرا. احنا طلعنا خلنا برا خلنا برا. والله المكان شكله مقزز. ماتوا الاثنين. اوكي اسمع رغيد برمي مونكي رغيد واسوي ريفايف لواحد منهم. رميت مونكي. يلا 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 رميت. طلعني. طلعت خالد. شلت النوب الاول. حلو النوب الاول رايح عند الثاني. اي كاكاك. في واحدة بعد. في واحدة هني. امشي كمان. خلاص. وين الدرجة اخوي ما عرفت. شوف العداد اللي تحت. الله. شباب شباب في فوق. فوقنا وتحت يمين يسار كل مكان. هل حد يساعدني؟ يلا. وصلنا بالهورد. هذا صوت زومبي ولا صوت سيارة؟ ورانا 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 ورانا. اطلع عنه. تايم تو رن بسرعة بسرعة. في طيور رغيد. ساعدوني ساعدوني والله محشور. تكفون. ايوه تايم تو رن. ها
يا اخي شو يرن وين مو شايفهم والله انا ماشي رغيد كفو كفو عليك رغيد واقف بيناتهم بدك تهيل ها اخر دعات رغيد ساعد ساعد انه ساعد لا 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 هموت هموت والله من رغيد والله من النار لا لا يا جماعة شنو المروبة اللي انتو عايش فيها وانا بقول معاك رغيد مات قدامي وحشرني ايوه يلا انا وياك نخلص المهمة لهالمنوب يلا هاي الزومبي قاعد على الكرسي والله خوفني ايوه شوتجن ريسكيو مام عيشوكم انتو ليكم عامل ابلاك كيف عيشونا وين لازم نشيلكم ريفايف اسمع انت شيل مام وانا بشيل هاد قوم قاعد اشيل رغيد انا اقول هذا شنو اللي قاعد بالزه هذا بوت هلا فينك فينك فيكم تتحكموا بالبوت عشنا عشنا شباب 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 ايش فيك وين رحتوا خل طلعوا بينا كم واحد عندي اصلا الله طلع لي خلاط ما احتاجكم اصلا يلا امشي طلع لي خلاط اخيرا والله الاجواء رهيبه يا اخي او في هون بنزين راح احطه على الهي ونفجره ايوه ايوه لازم بنزين انا عم دور على بنزين اصلا يلا يلا طب خلني ابعد اول كرهبيه من اغبى افكار الحياه خلوني ابعد بعدين اطلقوا عليها يلا يلا امشوا نحن عم نسكر الكهوف اللي بيطلع منها الزومبي لا 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 خلاص رغيد مات والله ما قدامي شباب وتوصلنا على السيف روم قررتوا تموتوا هلو باقي مهمة ونخلصها يلا شباب اخر مهمة جاهزين يلا يلا اشتري مونكي واشتري هيل لا روح روح يلا امشوا يلا قولي شباب ليتس جو ليتس جو هاي 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 ليش متحمسين هذول شنو هذا شباب في اسلحه بالماب لا تاخذوها الا لما نكون محتاجين امر عندي عندي صاروخ عندي صاروخ عندي صاروخ ماسك صاروخ اظن بدي احطه بالنص تعال حطه حطه لود سوي له لود احميك شباب رغيد رغيد لازم تحطه هون رغيد 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 وراي وراي يعني نحن نحطه ونفجر هاللي قدامنا اي اي طب ايش عارف شو اوف حلو نجرب حلو مين حميني بشار دقيقة روح والله الزومبي والله الزومبي لازم افضيه اوكي لا رغيد 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 زحمة 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 رغيد لا ترمي لا ترمي مولوتوف المولوتوف قاعد ينزل من دمي يا شباب ترى انا مو قاعد احميك لاني انا راح اموت اي مونكي احميك من هذا احميك مونكي رميت رميت مونكي رميت مونكي روح سويت سويت فاير سويت فاير كلين اوكي انا لازم اهيل لا كفر 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 معي صاروخ معي صاروخ كفر 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 هيلي 14 اوكي 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 هارمي مونكي احمو احمو كبروني كبروني قاعد اشيله اوكي يلا احموني احموني انا قاعد اركب ريلود 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 يضربني من ورا والله صعب روح كمل كمل روح بسرعه بسرعه مونكي بسرعه بسرعه راح راح ارمي احد يطلق علي يطلق علي اي جايك 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 سبايدر مان مسكني ايوه سبايدر مان مسكني ثلاثة ثلاثة ضربت ثلاثة كيف كيف اعطيك بوكس بس اساعدك حلو نحن حطينا ثلاث صواريخ ولا باقي شوي صواريخ باقي باقي اثنين باقي اثنين حلو في سلاح انت انا اوكي زاد لا 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 الله يهداك ارمي ابوك زاد شباب فينا نستعمل الصواريخ على الارض ونفجرها على فكره نستعملها كذا هذا قاعد اسويه انا طب قول يا اخي شارك المعلومه انا اقول لك قاعد امشي بالنار انا اقول لك قاعد نموت الله سهلات ايوه انا احنا حاطين راس عفشه ها خلصنا كفو عليكم اطلع بالسياره بالسياره اسكيب ان اوكي بالسياره يلا يلا قاعد اسوق انا قاعد اسوق بدي بدي انا قاعد اسوق راح نفوت بالخندق ولا لا والله رجعنا ورا فايه يا شباب
هالفيديو لليوم، اتمنى يكون عجبكم. اتمنى بنهاية الفيديو لا تنسوا تعطوا الفيديو زر اللايك، شاركونا بالتعليقات شو ارائكم عن اللعبة، واذا مهتم تشوف تختيم اللعبة بالكامل فتأكد انك تشترك في قناتي الثانية، موجودة رابطها بالوصف. وبس، كان معكم الشركة يال وشركة كيش، كم فيديوهات ثانية ان شاء الله. مع السلامة.